جدي اللي غادي نتكلم عليه ما نتكلمش عليه كلاعب كرة قدم، لاعب كرة قدم غادي نخليها للجمهور اللي كيعرفوه صغير وكبير. انا نتكلم على مجيد كانسان بحالو بحال طبقة يعني ديال الشعب، اللي انسان اللي عطى الشيء الكثير للاصدقاء ديالو والاخوان ديالو، الانسان اللي ضحى كيف كنقول بالعائله ديالو الصغيره والكبيره، الانسان اللي ما كانش كيبخل على اي واحد، اللي مريض واللي خاصه شي حاجه الا وكتلقى ظلمي حاضر وكيمشي يشوفو. يعني نقدر نقول لك على انه يمكن واحد العدد كبير من الناس ماشي ما تقبلوش ولكن جاتهم شي شكل، ولكن الموت ما كتعزلش، كدي الصحيح والمريض، كدي الظالم والمظلوم، كدي يعني الغني والفقير، ما كتعزلش. فالله بغاه وكنتمنوا ليه المغفره، ولكن مرات اخرى النداء اللي عندي انايا فدائما احنا باقيين معطلين مع كامل الاسف. يعني كنتمنى ان هذا الحشود ديال الجماهير والصحافه الالكترونيه واللي والناطقه وهادشي كله، نبغي هاد الجوقه تكون قبال يعني معاه هو ومع الناس اللي ماتوا قبل منه. دابا حنا حتى كيموت انسان راه حنا كنديو كيكون دائما هاد الكلام راه ديما تنقولو غنعاودو، كنديو للرحمه ولا الشهداء ولا هذا، ومن بعد راه الله يمن الامانه رد امانته. انا نبغي الانسان اللي بغى يشوف شي واحد راه يمشي، عندنا بزاف ديال الناس ميتين ومراض وكلشي، يمشي هادي الوقيته ما يمشي يدق عليهم ويمشي يشوفهم كيدايرين باش حتى الناس يطلعوا عليهم. واحد العدد كبير من هاد الجمهور اللي سولتي على مجيد ما شافوش بشحال هادي، ما عمرهم ما شافوه من غير سالا كورته، وهذا هو الشيء المؤسف. شكرا.